ضيفتنا اليوم بتعرفنا على عالم التجميل والمكياج واللي يعتبر عنصر أساسي لكل مرأة. خلينا نرحب بضيفتنا فاطمة العامر. بالبداية طبعاً ودنا نعرف عن مسيرتك في عالم التجميل والمكياج. تمام، بالنسبة لمسيرتي بعالم المكياج بلشت في 2018. كانت البداية كنت أمكج يعني صديقاتي والأهل والناس اللي قراب مني، لكن بعدين الناس يعني قامت تعرف إن فاطمة، منو فاطمة، يسألون منو اللي حاطت لك المكياج، قاموا يعرفون بعض عن الشخص اللي مكياجهم مثلا بمناسبة. نزلت شغلي، بلشت بعارضات وحبوا يعني هالشيء، فكانت مسيرتي يعني كبداية على الناس اللي قريبة مني. وايد حلو. ويعني هل يعني شلون جت لك هالفكره؟ انا شلون خلاك تتجهين للمكياج؟ يعني كانت صدفه ولا انت من البدايه اصلا حابتها كهوايه؟ لا، انا كشخص يعني احب الالوان. فيعني لما بس يعني هو شو شيء يمكن بالرسم، بس انا ما ارسم. بس انا احب الالوان، فبلشت يعني هم الناس ما قلت لك كبدايه على رفيجاتي وكذي، حبيت هالشيء فخذيته كهواية يعني لغاية الحين. طبعا احنا تناقشنا شيء قبل لا نصور، اللي أي. هو كنا بنتكلم عن الدورات، وجيت سألتك ان هل اخذتي دورات؟ وكانت نهائيا. وما شاء الله عليك ميك اب ارتست ناجحه، فاثبتتي انه مو لازم الا انه يكون ماخذه دورات عند احد، صحيح؟ المكياج عالم جدا كبير، فانت تتعلمين مع الايام، وكل بين فتره وفتره في صيحات جديده، في لوكات جديده، في يعني انت الحين شايفه ردوا حق لوك باربي اللي قبل. اي صحيح، جدا يعني هالشيء، ففي اشياء مختلفه بين فتره وفتره. حلو. يبتي طاري طبعا الموضوع بعد هم ان المجال نفسه وايد واسع وكبير. عدل. وكميك اب ارتست طبعا انت تبين تبرزين نفسك وتميزين نفسك، شو اللي يميزك؟ اللي يميزني ما يعني في وايد شغلات تميزني. ممكن انا من الناس الميك اب ارتستات اللي احط ميك اب يكون ثقيل بس ناعم. حلو. طبعا ساعات نشوف بالمكياج انه يكون في مثلا تكتل او تخطيط، يعني اغلاط بسيطه تكون بالمكياج. شنو اكثر الاغلاط اللي البنات قاعد يسوونها وشون ممكن انه يتفادونها او يصلحونها؟ طبعا بالميك اب في وايد اخطاء قاعد الاحظها على البنات، اللي هو اختيار الاساس حق الميك اب. لما انت تبنين اساسك على ميك اب بشكل عام، او تبنين اساس المكياج اللي بتتمكيجينه حق مناسبه على اساس خطا، مثلا كلون فونديشن، كلون لوس باودر، كوايد اشياء، طبيعي المكياج بالنهايه ما راح يعجبك، لان انت بنيتي مكياجك على اساس خطا من ناحيه اللون، من ناحيه اذا كان يناسب بشرتك او لا، من ناحيه وايد تفاصيل، وايد امور بالميك اب. فلازم نركز على شغله معينه، اللي هو احنا نختار الاساس الصح حق البشره، الشادو اللي يناسب مثلا عينك، القصه اللي تناسب عينك. حلو. شنو الالوان اللي تمشي مع ملامح بشرتك، ملامحك بشكل عام. طبعا كميك اب ارتست الطلب بيكون عليك طبعا وايد، ووايد ياخذ من وقتك، وايضا انت موظفه، فاكيد مو شيء سهل، فشلون تقدرين توازنين بينهم؟ تمام، بالنسبه لوظيفتي يعني ما راح تاثر علي بشكل كبير على شغلي بالميك اب، راح يكون في توازن. لما انتهي من فتره الدوام طبيعي ان انا راح اخذ مواعيدي بعد ما يعني بعد الدوام دايركت. حلو. بعد الدوام بساعه ساعتين اخذ بريك ساعه، اكمل شغلي على حسب امكانياتي وقدرتي، ان انا كم زبون اقدر امكيج يعني بعد الدوام راح اخذ، ما راح اضغط على نفسي. تالي ارتاح لليوم اللي بعده، فاموري الحمد لله ماشيه مع الميك اب، ماشيه مع يعني التفاصيل كلها بالمكياج. مو مؤثر نهائيا يعني الدوام مو مؤثر كلش على شغلي وهوايتي، وبالعكس قاعد استمر فيها. ويعني حابه افيد البنات بشكل عام هم انهم اذا عندهم هوايه بعد الميك اب، يعني غير الميك اب سوري، يقدرون انهم يستمرون مع وظيفتهم، يسوون بالانس بين حلو بين شغلهم والهوايه اللي يحبون. عالم التجميل وعالم المكياج عالم واسع جدا وكبير، فشلون يعني اكيد واجهتي صعوبات بهالمجال؟ عدل، صحيح. طبعا دائما يعني باي شيء انت تحبين تسوينه لازم تواجهين صعوبات بالبدايه، سواء ميك اب او ايا كان يعني. فطبيعي انا بالمكياج راح اواجه صعوبات مع الزباين، راح اواجه صعوبات مع
شنو مثلا حاليا بالفتره شو اللي طلع جديد، كل يوم في شيء متجدد. صحيح. فانا لازم اواكب كل شيء قاعد يطلع، لازم اعرف شنو الزبونه هي تحب، شنو الناس تحب هالفتره. حلو. لان خاصه الحين ب 2023 السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ما شاء الله الهبات قاعد تطلع بين فتره وفتره، فهذه صح. صعوبه لنا احنا كارتست ان شنو الناس تحب، استمراريه فيها، اي شنو الناس تبي بالضبط. صح. شنو نصيحتك حق البنات اللي ودهم يدشون عالم التجميل والمكياج، يصيرون ميك اب ارتست بس مترددين وخايفين من هالخطوه؟ تمام. احنا بمجالنا كميك اب ارتست طبيعي راح نواجه ناس مختلفه بالاذواق، وطبيعي راح تمر علينا انتقادات ممكن تضايقنا، انتقادات ممكن تطورنا. كبدايه لما انت تبلشين لا تين كلش على الميك اب، جربي اخذي راحتك، العالم وسيع، ممكن انت تبنين لتش لاين معين بالميك اب، يمكن انت تبنين لتش خط معين الناس راح تحبه، فالحمد لله يعني، ويعطيكم العافيه. في عالم اليوم اصبح المكياج والعنايه بالبشره جزء اساسي للكثير من الناس، واليوم ضيفتنا فاطمه العابر خذتنا معاها لعالم التجميل والمكياج. نشوفكم على خير، مع السلامه.